يعني انا وحداني، يعني الناس بيستغلوا، يعني الناس بيستغلوني عشان حاجاتهم هم، بيستغلوني اللي انا يعني ايه، اللي انا اجيب لهم حاجه، اروح اشتري لهم حاجه، يعني اجيب لهم حاجه عشان يديني فلوس، اجيب لهم حاجه. يعني انت مثلا الواحد اللي بتعمله فيه ده، انت كده ممكن بتستقل بيا، يعني عشان انا ماليش حد، ولا انا يعني مثلا بقول لك انا عايز فلوس دي، يعني الحاجه دي اللي انا بقول لك دي غصب عني، بس يعني الظروف هي اللي بتخليني اعمل كده. انا بالنسبه لي مش عايز اعمل كده، الظروف هي اللي بتخليني اعمل كده، واطلب فلوس، واطلب كذا واطلب كذا غصب عنك. غصب عني. يعني لما بطلب من حد فلوس، يعني انا بالنسبه لي من جوايا ببقى مبسوط اللي انا بطلب من حد، يعني اللي يشوفني كده يقول ده باين عليه اللي هو ما اعرفش ايه، مش باين عليه. يعني انت ممكن بالنسبه لي تقول لي حاجه في وشي، يعني ممكن تقول لي حاجه في وشي حلوه، بس من ورايا تقول لي كلام وحش عني، والكلام ده ايه عشان تراضيني والكلام ده. فانا يعني المفروض يعني تقدر اللي انا فيه، وده يعني وده نصيب وجاي لي والكلام ده، والناس بتستقل بيا. يعني انا كنت من يعني انا كنت من كام يوم كنت يعني كنت بره، الناس كانوا بيقعدوا يبعتوني اشيل لهم زباله، اجيب لهم اكل، يدوني فلوس. كنت قبل كده كان في واحد، يعني كان في واحد كان بيديني فوطه، امسح له عربيته، امسح له كذا والكلام ده. فانا من جوايا يعني لازم هعمل كده، فانا لو ما عملتش كده مش هقدر اعيش، ولا اقدر اجيب علاج لنفسي. فانا مضطر اللي اعمل كده عشان اجيب اكل لنفسي، اجيب علاجي، اجيب الحاجه اللي انا نفسي فيها، اجيب الحاجه اللي انا محروم منها، عايز زي ما اي حد عايش والكلام ده. وانا لغايه في اللي انا فيه ده يعني بتواصل لغايه وقتنا هذا. واللي يعني الحته اللي انا قاعد فيها دي بقالي كتير مرمي فيها قوي من ساعه لما خرجت، ولغايه وقتنا هذا وانا قاعد فيها لغايه دلوقتي بشوف، يعني بشوف حالي، وبشوف يعني بشوف يعني يعني بشوف يعني ظروفي هتوصلني لغايه فين، هل اللي انا يعني اللي انا بعمله ده هيجيب حل ولا مش هيجيب حل. فانا يعني مش بطلب حاجه من الناس ولا بطلب اي حاجه، انا نفسي يعني كل اللي انا بعمله ده ان يعني لو اهلي بيشوفوا الفيديو ده او بيدوروا عليا، انا موجود هنا، انا ياما انا بدور عليك ياما، انا مت يعني خلاص ياما، انا تعبان ياما، انا شفت اسوأ كتير ياما، انا تعبت والله ياما، بموت ياما والله، يابا انت فين يابا، انا من بعدك يابا وانا متعذب يابا، والله العظيم والله العظيم متعذب، وما بضحكش عليك، وربك يعلم وربك شايف كل حاجه وعالم بيا، واقف جنبي وبيساعدني عشان اللي انا فيه. ياما انا بموت ياما، انا نفسي الاقي اهلي، نفسي الاقي حضن امي اللي انا اتحرمت منه،